أهلا بكم. بين التشريعات والموروثات وبين الأنظمة والتقاليد غرقت قوانين الأحوال الشخصية في سجالات حادة وتاهت في قضايا ألفتها المحاكم تاركة بصماتها على غالبية الأسر العربية. فهل من السهل تطوير قوانين الأحوال الشخصية؟ وهل يكفي سن التشريعات لتصبح فعلا نافذة؟ وما الذي يحول دون ذلك؟ وهل حقوق المرأة ومساواتها بالرجل مرتبطة بهذه القوانين؟ والظروف الإقليمية العاصفة هل هي عامل داعم أم معرقل؟ قوانين الأحوال الشخصية في حلقة الليلة من مثير للجدل. أهلا بكم مشاهدينا. أرحب بضيفاتي هذه الليلة في الأستوديو. أولا الدكتورة فايزة خاطر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيسة قسم العقيدة الأسبق في جامعة الأزهر. أهلا بك. أهلا بك. كما أرحب بالدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي في كلية الآداب. أهلا بك. أهلا. وأرحب أيضا بالباحثة التونسية رجاء بن سلامة، مديرة مجلة الأوان الإلكترونية. أهلا بكم ضيفاتي في هذه الحلقة. أبدأ معك دكتورة هدى، برأيك هل تنسجم قوانين الأحوال الشخصية مع الدور الجديد الذي تلعبه المرأة العربية خصوصا بعد الثورات؟ يعني الثورات حديثة، لا تزال الرؤية غامضة، لكن بصفة عامة نحن دائما المشرعين الوضعيين، عشان أفرقهم عن رجال الشريعة الإسلامية، دائما يدعوا أنهم inspired أو مستلهمين للشريعة، وما بيحطوا القوانين بيدعوا أنهم يتوخوا العدالة. يعني دايما المشرع يكلمنا عن العدالة، لكنه هو نفسه مش مدرك أنه فاعل ثقافي، وأنه يتأثر بالثقافة السائدة في مجتمعه، وعندما يسن القانون يصبح القانون تعبيرا عن الثقافة السائدة، فينحو بعيدا عن العدالة، ويبقى تمثال العدالة اللي واقف عاملة نفسها عمياء. لا، هو بيشوف وبيميز وبيتحيز ضد النساء. فعلينا ان احنا لفتنا نظر المشرعين الوضعيين كتير، لانهم لما بيجوا يمارسوا الاستلهام من الشريعة الإسلامية يمارسون ذلك بشكل انتقائي. يعني ما يخص سلطة الرجل في انهاء العلاقة الزوجية مثلا بإرادته المنفردة، خلاص يعني ليس حادثا وليس موضوعا ومقبول. في المقابل هم لا يتجهون لإظهار حالة التوازن اللي بتبرزها الشريعة. يعني إذا منحت الرجل حق فبتمنح النساء حقين، زي حق الخلع والعصمة، لكنهم يمارسون شيئا ثقافيا يدفع به النساء إلى دائرة، يعني يتحدثون عن النساء باعتبارهم سين إيترز، آكلات الخطيئة الاجتماعية، مسؤولات عن كل ما يحدث. يعني إذا الزوج طلقها بإرادته المنفردة فهي مسؤولة، هي كانت سيئة، هي عاملته بشكل أسوأ. وفي نفس الوقت هم إحنا بنعيش في مجتمع مشهورة في جملة القانون لا يحمي المغفلين. صحيح. هو الحقيقة ما بيحميش المغفلين ولا اللي مش مغفلين، لأنه الصياغة القانونية في بلادنا تاريخيا حاولت انها تعمل ايه؟ انها تدي انطباع ان انت عارفه اهداف القانون الثلاثه، الحريه، العداله، النظام. انشغلت حكومتنا العربيه بالنظام، لم تنشغل بنشر مبادئ الحريه في القانون ولا بنشر العداله، الا في احيان يعني زي ايام جمال عبد الناصر حاجات كده. نعم. انما فكره النظام هي اللي بيشغل الحكومه، فبتحول القانون لفاعل آمر للمواطن عشان يتبع حكومته. وإذا أضفنا بقى إلى جانب ذلك، لما تيجي تتعامل مع النساء فالنساء أبعد ما يكون، ده هم دول اللي بيتكلموا عن أنهم لا يحميهم القانون بصفتهم مغفلات المجتمع. طيب. دكتورة فايزة، كما استمعت إلى مقالة الدكتورة هدى، وأزيد عليه بأنه أيضا بعد ثورة 25 من يناير يعني ظهر جدل حول بعض قوانين الأحوال الشخصية في مصر. برأيك هل ستسير أو سيسير هذا الأمر في اتجاه تغيير هذه القوانين؟ أولا نعرف معنى أحوال شخصية. أحوال شخصية هي تتعلق بأحوال الإنسان فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث والبيوع. يعني هي بتتعلق بمطالب الإنسان الشخصية. نعم.
فإذا كانت هي تتعلق بمطالب الإنسان فلماذا لم تحقق غايتها حتى الآن؟ بداية الأحوال الشخصية من أيام الخديوي إسماعيل عندما أمر أن هم إرضاء للفرنسويين يعملوا قوانين تنصف المرأة، وبدأ الشيخ محمد عبده يصيغ أو يكتب أو يعني يجعل بعض الآراء، لكن إنها لم تكن نص مكتوب، فبدأ القضاء عندما يحكمون كل يلجأ لما يرضيه، فأصبحت هناك ليست على مذهب أبو حنيفة ولكنها مختارة من كل المذاهب. يعني أنت برأيك المساواة، مش برأيي، ده هي دي حقائق اللي أنا بقوله، ده مش رأيي، ده حقائق. نعم، اسمحي لي دكتورة فضلي. وكأنك تقولين بأن هناك مساواة بدون أن يسن قوانين للأحوال الشخصية. أي مساواة؟ أي مساواة؟ المساواة يا حبيبتي تعني المثلية. هل هناك مثلية في الموضوع؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم وخلق حواء، دي لمهمة وهو لمهمة، هل في مثلية عشان نقول مساواة؟ مفيش مثلية. هل ينفع ست تشتغل عسكري مطافي؟ ما ينفعش. بتقول لك لما لا؟ تقول لك لا، في خلط كبير يعني. خليها فقط الدكتور استاذة رجاء. دكتورة فايزة، لا يمكن أن نخلط بين سجلين مختلفين، المساواة والتماثل. المرأة مساوية للرجل، هذا لا يعني أنها لن تكون مختلفة عن الرجل. قضية الاختلاف شيء، قضية المساواة مسألة أخرى. كيف مختلفين؟ كيف يعني أطالب بالمساواة لشخصين يعني هذه بديهيات؟ كيف البديهيات واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ معلش، لكن احنا بنخلط بقى هنا الأمور فعلا. مساواة تعني خلينا نسمع ماذا تقول المرأة. دكتور، لها كرامة ولها حقوق مثل الرجل. التماثل اللي تحكي عليه غير ممكن. الدليل على ذلك أنا لا ألبس مثل الرجل، نحن هنا نساء ونحافظ على أنوثتنا إلى آخره. لا علاقة بين المساواة والتماثل. الشريعة الإسلامية، طيب تسمحوا لي بهذا السؤال، أعطت المرأة لحظة أعطت المرأة كل حقوق القرابة. كانت أوروبا تعتبر المرأة شيء وسط بين الحيوان والإنسان بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. اعترفوا في فرنسا ان المرأة انسان. من يدعون الان بحقوق الانسان والحضارة بعد رسالة محمد اعترفوا انها انسان. كما ان التعدد كان منتشر في فرنسا في قبائل المغولز في عهد سيزر، وأثناء الملك شارلمان كان منتشر التعدد. طيب.